امبارح كان الاهلي على موعد زياره مهمه جدا لوفد من الاتحاد الدولي لكره القدم. يعني الناس اللي كانت تعبه نفسها قوي وعمال تدور هو مين نادي القرن، والفيفا قال والفيفا عاد، فجاه يلاقوا النادي الاهلي بيستقبل وفد الفيفا ووفد الكاف. يعني انا اعتقد دي زياره تعمل مشاكل للبعض، لانه يلاقوا وفد من الاتحاد الدولي لكره القدم حريص على زياره النادي الاهلي، وفد من الاتحاد الافريقي حريص على زياره النادي الاهلي، علشان يبحثوا مع المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي واللي كان له حضور في لجنه الانديه في الفيفا، سبل او افكار تطوير كره القدم الافريقيه، ويشوفوا تجربه النادي الاهلي الكرويه على ارض الواقع. حرص على الزياره هذا الوفد اللي استقبله المهندس خالد مرتجي والعميد محمد مرجان. الوفد الدولي ضم بيدرو ايروندو المسؤول عن إدارة كرة القدم المحترفة في الاتحاد الدولي، وأندريس بورتابا استشاري إدارة كرة القدم في الفيفا، وأحمد حراز والموزمبيقي محمد سيدات مسؤولي تراخيص الأندية المحترفة في الكاف. الوفد قابل الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، وقاموا بجولة داخل النادي اصطحابهم فيها المهندس خالد مرتجي، حضراتكم شايفين جانب منها. راحوا ملعب مختار التتش، شافوا كل ما يخص منظومة كرة القدم في النادي، والمهندس خالد مرتجي كشف عن تفاصيل زيارة الوفد الاتحادين الدولي والقاري، وقال إن ده بهدف التعرف على منشآت النادي وتجربته الكروية والبنى التحتية الخاصة بالنادي. اجتمعوا مع مسؤول النادي للحديث عن رؤية الأهلي لتطوير كرة القدم في أفريقيا. شوف، النادي الأهلي يشرف أي حد. أما يجوا يشوفوا البنية التحتية بتاعت الأهلي بالمنظر ده ويقارنوها بأي حتة تانية، لا، النادي الأهلي له وضع خاص. كمان لما يجوا يتناقشوا هيلاقوا ناس فاهمة في الاتحاد الدولي. يعني خالد مرتجي عنده سابق خبره، ايوه، واخد بالك، فهو فاهم في الحته دي، ايوه، وهيتناقش معاهم وهيفتحوا مجالات علشان يعني يبقى في نوع من انواع التعاون المثمر بين النادي الاهلي وبين هذا الوفد. طيب، قال كمان خالد مرتجي ان رؤيه الاهلي حول الامور التنظيميه الخاصه بدوري ابطال افريقيا اقتصرت في التعليق على معطيات البطوله نفسها زي الملاعب والانتقالات داخل افريقيا وخارجها، وقال ان الهدف استهدف رؤيه جديده حول الارتقاء بكره القدم. واشاد خالد مرتجي بهذه الزياره اللي قال انها تعبر عن قيمه ومكانه النادي الاهلي، خصوصا ان الوفد هو من طلب الزياره وحدد الميعاد لزياره النادي. شدد عضو مجلس اداره النادي الاهلي على انه يتمنى وصول الاهلي الى نهائي دوري الابطال هذا الموسم وحصد اللقب والمشاركه في كاس العالم للانديه. اكد ان المشاركه في هذه المحافل الدوليه الكبيره بتعطي للعالم فرصه جيده ومناسبه للاطلاع على قيمه النادي الاهلي ومستوى كره القدم في مصر. نشوف في هذا التقرير مسؤول الاتحاد الدولي يتحدث عن امتلاك الأهلي لكل مكونات البنية التحتية الكروية المهمة. It's a pleasure for us being here at Al Ahly. We're here in Egypt, department working closely with CAF to develop and the standards of football, of club football in Africa. And for us, it's a pleasure to see such a club. Where is the situation of the club, the challenges, and understand so that we can together all take better decisions in the future. Of course, I did hear about Al Ahly in the past. Me, as many of my colleagues, were very big fans of football, not only in Europe but also outside of Europe, and we know the biggest clubs in Africa and in other regions, and obviously Al Ahly has been taking part in many cases in club competition, in club. Really a pleasure. It's really a pleasure and really exciting to be here for the first time for me. Well, obviously Al Ahly is a club that's been
fighting for this competition and to achieve this and have achieved this this cup in many times, and I can imagine that they have big chances to do again and qualify for FIFA's club competition again. So I like to wish them best, continue to fighting as they've done in previous years. It's not only a football club, as we can see and we have seen today in the visit. It's more than that. It's a social club, and having the branches is around been impressed us really, really from this visit. It's something that many clubs can learn about, and that connection between the club and sports and the social element and its member, and it's